اوكي. يبقى الباست سيمبل تنس يا اولاد بيتكلم في فعل خلص خلاص. طيب بيتكون من ايه؟ حد عمل الفعل ده وحد والفعل نفسه. طيب مين اللي ممكن يعمل اي فعل في الدنيا؟ مين ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا؟ انا، هو، هي، هما، في ناس وفي حد هو اللي بيعمل الفعل ده. يبقى اول حاجة بتبتدي الجملة عندنا بيها هي الفاعل. الفاعل ده ممكن يكون مين؟ ممكن يكون اي، انا، ممكن يكون هي، هو، ولد، ممكن تكون شي، بنت، هي، ممكن تكون ايت، قطة بقى، كلب، اي حاجة غير عاقل، ممكن تكون زي، ممكن تكون يو او انتو، ممكن تكون وي. يبقى هما دول بس اللي ممكن يعملوا لي اي فعل. طيب انا ممكن انهي واحط مثلا احمد، صح كده؟ صح ممكن اشيل صح شي واحط منى، او احط مثلا سما، احط مثلا اي اسم بنوته، ممكن احط مام، ممكن احط ماي سيستر، ممكن احط ماي تيتشر، ممكن احط اسم ماي فريند منى. المهم انها تكون بنوته واحده. برضو هنا احمد انا ممكن اشيلها واحط مكانها داد، ممكن اشيلها واحط مكانها ماي فريند مصطفى مثلا، او اكتب ماي جراند داد زي الدرس بتاعنا النهارده. ايت دي انا ممكن اشيلها احط مكانها كات، احط مكانها دوج، احط مكانها اي حاجه غير عاقل. طيب زي انا ممكن اشيلها واحط ذا بويز مثلا، الولاد، او اكتب ماي فريندز بالاس. يبقى اي حاجه تجمع انا مش فيهم بقت زي. طب يو، يو دي ممكن تقول لك انت او انتو. يو ممكن تكون انت واحد وانتو اكتر من واحد. لما اقول لكم انتو يا ولاد يو، لما اقول لجوري لوحدها برضو يو. اخر حاجه وي، وي انا ممكن اقولها I am my family, me and my family. وممكن برضه يمس اول يوتيوب. يو تو، ماشي. ما انا بقول يو، ممكن يو تبقى انت، ممكن يو تبقى انتو. طيب احنا كده عرفنا مين اللي ممكن يعمل الفعل. طيب ايه تاني؟ ده هو سيمبل يا ولاد، سيمبل. يبقى ايه ممكن؟ احنا عرفنا اللي بيعمل الافعال. طيب يبقى الفعل بعديه بلس الفيرب. وعايزين نبقى عارفين حاجة مهمة جدا عن الفيرب. الفيرب ده يا ولاد راجل عجوز، راجل مكحكح ما بيقدرش يعمل حاجة. فهما الولاد قالوا له لا معلش يا جدو بقى، انت طالما جاي لنا في الباست تعلم لنا نفسك، ما تدخلش ايدك فاضية. يقول لهم يا ولاد انا راجل عجوز ما تضغطوش عليا. يقولوا له ملناش دعوة، طالما هتجيلنا في الباست ما تجيش ايدك فاضية. يقول لهم طب خلاص انا هاجيلكم ومعايا الايدي. يبقى verb plus e دي ده الفيرب في الباست. طب في بعض الولاد جه جده قال لهم لا ده انا هاجيلكم بنيو لوك، انا هاجيلكم بشكل تاني خالص. يبقى ده regular verb، وجده لما يغير شكله خالص يبقى اسمه ايه؟ irregular verb. اسمه ايه يا ولاد؟ irregular verb. ممتازين جدا. انا اسفه طبعا ان انا صوتي بايظ خالص النهارده، معلش استحملوني عشان انا عندي دور برد. تمام. زي ايه يا ولاد؟ thank you so much cutie، thank you so much cuties، I love you so much. okay. طيب الفيرب هنا جده، لما يكون جده يا دوبك جاي وجايب معاه الاي دي، زي فيرب ايه مثلا؟ زي فيرب بلاي. بلاي لما يجي لهم هيقولوا له ايه ده يا جدو انت داخل لوحدك؟ يقول لهم لا 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 استنوا استنوا، انا جايب معايا الاي دي اللي انتوا بتحبوها. يبقى اي بلايد، هي بلايد، هلب من البيت. شي بلايد، ات بلايد، ذي بلايد، يو بلايد، وي بلايد.
طب امتى جده يجي لنا كده عامل نيو لوك كده ومغير شكله خالص؟ فيرب زي فيرب ايت. جده يقول لهم ده انا هعمل لكم مفاجأة بقى، انا لما هاجي لكم في الباست ازوركم في الباست انا مش هاجي لكم بالشكل ده، ده انا هعمل نيو لوك واغير شكلي خالص. فجالهم شكله عامل ازاي؟ ايت. الافعال الريجولر احنا كل اللي بنعمله بنحط على ظهر جده ايدي، بنحط على ظهر جده مين؟ ايدي. ايدي لكن الافعال ايدي الان ريجولر جده بيجي مغير شكله، فاحنا لازم نحفظ شكله الجديد. مفيش اي مفر فيها غير ان احنا نعرف شكل جده الجديد بقى ايه. يبقى فهمنا ان الافعال في الباست سيمبل تنس في حد بيعمل الفعل، انا بلعب هو بيلعب، يبقى في حد هو اللي عمل الفعل اللي هو I he she it they you we، وبعد كده بيجي وراهم الفيرب، والفيرب ده زي ما اتفقنا راجل عجوز يا دوبك شايل معاه الاي دي لو هو ريجولار فيرب ومغير شكله وعامل لهم نيو لوك لو هو الريجولار فيرب. طيب احنا نعرف منين ان جده ده جاي لنا في الباست؟ نعرف منين؟ في بعض الكي ووردز اول ما نشوفها في الجملة نعرف ان احنا بنتكلم عن باست. زي ايه يا ولاد؟ زي كلمة lost. لا lost اي حاجة بقى، lost week، lost month، lost year، lost Sunday، lost weekend. lost معناها الفائت او اللي فات. لما اقول الجمعة اللي فاتت يبقى الفعل ده لسه موجود دلوقتي ولا خلص؟ ها خلاص خلص خلص، برافو خلص عليك. خلاص راح يبقى حمام. لو ماشي يا روح قلبك خريش، لو انا دلوقتي قلت انا لعبت الويك اند اللي فات لاست ويك اند، يبقى انا بلعب دلوقتي ولا الموضوع خلص خلاص؟ الموضوع خلص خلص خلاص، خلاص الموضوع برافو خلص. عليكم يا ولاد. في كلمة تانية زي كلمة اجو. اجو يعني ايه؟ منذ، يعني انا كنت بلعب من شهرين، 2 months ago. الكلام ده برضو يدل على ان الفعل ده خلص ولا لا؟ خلص خلص، برافو خلص عليك يا ولاد. طيب تمام، في بعض المرات كده جده يحب يغير لنا من شكله. يغير لنا من شكله ازاي يا ولاد؟ زي مثلا لما يقول لنا ايه، ماشي انا هجيلكم معايا الاي دي، بس خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، لو الفيرب اخره ايه انا مش هشيل 2 ايه، انا ظهري واجعني. زي فيرب مثلا ليف، نزود دي بس. برافو عليكم، يقول لهم هو انتوا شايفيني ظهري حمل النشيل ايه كمان ودي؟ لا حطوا لي الدي بس، وانا كده كده جايب معايا الايه احتياطي، فحط لي حرف الدي. طيب في حاجة كمان جده قالها لنا، قال لنا اعملوا حسابكم يا ولاد، لو انا اخر الفعل بتاعي واي انا ممكن اغير نفسي وممكن ما اغيرش نفسي. نقول له ازاي يا جدو؟ يقول لنا فيرب زي بلاي كده، هي الواي دي قبلها ايه؟ قبلها حرف فاول. قبلها حرف ايه يا ولاد؟ مين الشاطر اللي هيقول لي ايه هي حروف الفاول؟ انا ما عارفه قولي يا مي كده. ها الاول اي والاي الاول اي والاي واليو ها، والاي برافو، والاي تعالي تعالي كده مليهم لي يا مي، مليهم لي يا مي. ها الاو والاي والاي الاكس والاي واليو والار والاي واليو. ها ها قولي تاني يا مي، والاو. ما انا قلت الاولس تمام، احنا بنختصرها في كلمة ايو. لو حد فيكم اسكندراني بقى، دي الحروف اللي لما بتيجي بعدها حرف الواي يقولوا له لا يا جد ده احنا يعني نغيرك برضو، لا انت زي ما انت كده واحنا الواي زي ما احنا، واحنا كويسين ومش عايزينك تتعب نفسك في حاجة. زي فيرب بلاي لما خدناها لقينا قبل الواي ايه؟ حرف من الحروف الفاول. زي فيرب تي برضو نفس الكلام، لقينا الاي الواي قبلها حرف فاول فبقى الماضي بتاعها ستي. صح كده يا ولاد؟ صح كده يا ولاد؟ طيب تعالوا نشوف بقى فيرب ما
فيهوش الكلام ده، زي فيرب مين يا ولاد؟ ستادي. ايه ده؟ ده قبليه كونسوننت، قبليه حرف ساكن. الواي هنا تعمل ايه؟ تقول لك لا انا ما بحبش الحروف الساكنه يا جماعه، انا بخاف منها. طب هنعمل ايه؟ لا هاتوا اختي الكبيره الاي تقف مكاني، انا ما بحبش اقف مع حرف الدي. نقول لها حاضر، اذا كان كده ما تخافيش ما تخافيش، احنا هنصلح لك الدنيا. يبقى ستادي لما اجي اجيب الماضي بتاعها تبقى ايه؟ ستادد. جبت اختها الكبيره الاي وبعد كده حطيت الاي دي. يبقى لو الواي قبلها كونسنت قبلها حرف ساكن بتتقلب اي، لكن لو الواي قبلها حرف فاول بتنزل زي ما هي، وتقول لك انا بحب العب مع الحروف الفاول. في حاجه كده مش فاهمينها؟ الباست سيمبل سهل جدا جدا يا ولاد. بيبقى كله الافعال فاهمينه. اي هي شي ات ذي يو وي بلس فيرب بلس اي دي لو هو ريجولر او مغير شكله وعامل نيو لوك لو هو ريجولر، وحتى لو ريجولر لو انا عندي الفيرب اخره اي زي ليف بحط له دي بس، ولو اخره واي بشوف ايه اللي قبل الواي، لو قبل الواي فاول بنزلها زي ما هي وهي بتحب تلعب مع الفاول، لو قبلها حرف ساكن كونسوننت بغيرها واحط مكانها اي. طيب دي في حاله ايه؟ حاله اسمها افيرماتيف. افيرماتيف يعني ايه يا اولاد؟ انا بقول لكم انا لعبت فعلا، انا اكلت فعلا، هو نزل فعلا، هو هي مثلا لعبت فعلا، انا كده بقول الفعل ده اتعمل ولا ما اتعملش؟ ها مين يقول لي الفعل كده انا تعمل بوصفه اتعمل ولا ما اتعملش؟ اتعمل اتعمل انا بقى اتعمل عايزه اوصف فعل ما اتعملش. ما اتعملش يعني ايه؟ تعالوا كده لو قلت لك ايه، انت لعبت كرة قدم الاسبوع اللي فات ايه افندم افندم. قلت مس لو انا دلوقتي عايزه اقول لكم مثلا يا اودي، لو قلت لك انت لعبت كوره الاسبوع اللي فات قلت لي انا ما لعبتش، بص التش دي، انا ما لعبتش الاسبوع اللي فات. طيب يبقى الفعل ده ما اتعملش. احنا زي ما اتفقنا، جده ده راجل عجوز ولا لا؟ الفيرب لا ده عجوز منصوب ولا لا؟ عجوز عجوز. عجوز. الجوز يقدر يشيل حاجات كتير على ظهره لا ولا لا يتعب؟ لا بيتعب. يتعب يجي يتعب. يقول لهم ايه؟ يجي يقول لهم ايه؟ يبص للافعال كده، الفاعل اللي هو الاي والهي والشي والايت والذي واليو والوي، يقول لهم لا بقول لكم ايه، انا مش هعرف اشيل اي حاجه تانية على ظهري، انا ظهري وجعني. يقولوا له يا جدو طب احنا دلوقتي عايزين نحط تش اللي هي النط، انا عايزه اقول انا ما عملتش، انا عايزه اقول انا ما كلتش، انا ما لعبتش، انا ما نزلتش. يقول لهم اتصرفوا، انا ظهري مش هيستحمل الكلام ده. يقولوا طب هنعمل ايه نعمل ايه؟ فجأة خبط الباب، مين اللي دخل يا ولاد؟ جارتهم طنط ديد. جارتهم طنط مين؟ ديد. طنط ديد دي قالت لهم عيب يا ولاد، جده ظهره وجعه، ما ينفعش نشيل حاجة على ظهره، انتوا عايزين ايه؟ قالوا لها احنا دلوقتي معانا نط ومش عارفين مين اللي هيشيلها. قالت لهم مالكوش دعوة، انا هشيل النط. وعمو الفيرب ما تتعبش نفسك، انزل في شكلك الاولاني خالص، لا ماضي ولا ايدي ولا بتاع، احنا جايين نريحك. يبقى انا لما احب اعمل نيجاتيف، نيجاتيف يعني انفي، اقول انا ما رحتش، انا ما لعبتش، انا ما كلتش، انا ما شربتش، او هو ما راحش، هي ما راحتش، هما ما جوش، انتوا ما عملتوش، اعمل ايه؟ اجيب did not وبلس الفيرب في الانفينيتيف. زي ايه يا اولاد؟ زي مثلا لو عايزه اقول انا ما لعبتش كرة قدم الاسبوع اللي فات، هكتبها ازاي؟ انا مين هيمليني بقى؟ انا يعني ايه؟ اي انا يعني اي اي. او اي انا عايزه اقول ما لعبتش، اي مين اللي هيكون didn't ديدنت؟ اه play ديدنت بقى، ربنا يخليها واحده محترمه جدا.
didn't حبت تسهل على جده. اه didn't. didn't ايه؟ play didn't football. play. play. حتى ينفع احط ايدي؟ لا برافو. I didn't play football. انا ما لعبتش football مثلا last weekend. يبقى هنا didn't دخلت انقذت جده ولا لا؟ دخل دخلت انقذت جده ولا لا؟ دخل فضلت عنك عنك انت يا جدو، انا هشيل عنك النط، ما تتعبش ظهرك وظهرك وجعك من شيل الايدي، انا هشيل عنك الماضي كمان. تمام تمام ممكن نقول تمام. ايه يا اولاد؟ تمام تمام يا روحي. ماشي، ممكن نقولها ازاي برضو؟ هي هقولها بقى، مش هتبقى ديدنت برضو. لو عايزة أقول أكل كيك هقولها إيت ولا إيت؟ هقولها إيت ولا إيت؟ إيت. ما أنا رجعت جد بقى، قلت له يا جد ما تعملش حاجة، أنت بقى أنا شايلة عنك. He didn't eat the cake مثلا. Last إيه؟ لا last night مثلا، إمبارح. هو ما أكلش الكيك إمبارح. يبقى فهمنا ان لو انا عايز اعمل نفي نيجاتيف، سامعيني يا اولاد؟ ايوه يا مس لو سامعين. انا عايز انفي نيجاتيف بعمل ايه؟ بتدخل طنط جدنت الله يبارك لها، تقول لجده ايه؟ عنك يا جدو انا هشيل النوت، وانت تنزل بشكلك الاصلي في الانفينيتيف، ولا تحط ايدي ولا تغير شكلك ولا حاجة، انت راجل عجوز وبركة كده، خليك جنبنا بصحتك. تمام كده يا ولاد؟ تمام كده يا ولاد؟ تمام. في حد مش فاهم الحتة دي؟ اعيدها تاني. لا احنا لا كلنا تمام فهمت يا بنت، تمام ايه فاهمين تمام. فاهمين. طيب في حالة تانية بقى دلوقتي، انا لما اجي اسألكم اقول لكم انتوا عملتوا امبارح مين اللي لا انتوا لعبتوا امبارح؟ انتوا لا عملتوا شقاوة امبارح؟ لا هنعرف بقى هنعرف بقى. يبقى انا لما اجي اسال، لما اجي اسال بعمل ايه؟ بيجي جدي يقول لنا لا انا مش هقف في اول سؤال، انتوا عارفين ان انا راجل تعبان وعجوز. تيجي دي تقول له ماشي يا جدو عنك انت، انت مش عايز تقف في اول السؤال يا عم، انا هقف لك في اول السؤال. يبقى انا هقول له ديد احمد، هقول بقى بلاي ولا بلايد؟ بلاي بلاي بلاي. احنا خلاص ديد قالت لجده الفيرب، يا جده ما تتعبش نفسك في حاجه، انت تنزل بشكلك الاولاني، ولا تعمل لنا نيو لوك ولا تغير شكلك، انا جايه يا عم اشيل عنك كل حاجه. ديد احمد بلاي فوتبول مثلا لاست ويك اند، وما ننساش كويستشن مارك، هل احمد لعب كرة قدم الويك اند اللي فاتت مثلا؟ يبقى ديد هنا عملت ايه؟ ساعدت جده وقالت له مالكش دعوة انت يا جده، انا هقف مكانك وانت ارجع لشكلك الاولاني. ممكن نقولها بطريقة ثانية مثلا، ديد منى، هنقولها بقى ايت ولا ايت؟ ايه ايت. ايه واو ايت ايت، لان ديت خلاص قالت له يا جدو ارجع لشكلك الطبيعي، انا مش عايزاك تتعب نفسك ولا تعمل نيو لوك ولا تغير اي حاجه، انا جاي اشيل عنك كل حاجه، عشان تعرفوا ان ديت دي ست اصيله. ديد منى ايت ذا كيك لاست نايت مثلا، هل منى اكلت الكيك؟ طب الإجابة على السؤال ده بيكون إيه؟ يا إما يس يا إما نو، دي يا إما يس أو يا إما نو. إحنا خلاص بقى ما ننزلش عم جده بقى، إحنا جده خلاص راجل عجوز وإحنا مش هندخله في حواراتنا تاني. يبقى يا إما نقول يا شي دي، يا إما أقول نو نو شي هي نو didn't. ديد ديدنت فهمنا قد إيه دي ست محترمة وأصيلة وبتساعد جده؟ أيوة يا مس تمام. حد يا طيب
وحد زيكم كده كيوت وما بيحبش يزعل حد، تمام؟ طيب آخر حتة عندنا عشان ندخل على الدرس بتاعنا هو ال WH question. لو استفدت لكم مكان، انا خط كبير شوية معلش اعذروني. ال WH question اللي هو السؤال اللي بيبدأ ب WH. طب انا دلوقتي السؤال اللي عندي اللي بيبدأ بال WH، انا بسأل عن حاجة في الماضي، في الماضي يبقى هقول ايه؟ W H زي مثلا سؤال وين. وين يعني ايه؟ مين الشاطر اللي هيقول لي وين يعني ايه؟ ها وين يعني وين؟ مات؟ متى؟ متى؟ متى متى؟ يعني مات؟ الوقت. متى؟ 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 برافو عليكم. طيب وين دلوقتي؟ انا لما اجي اسأل بوين، هل هعمل في جد برضه اجننه كده واقول له يا جد حط الاي دي وغير نفسك وكده، ولا طنط جد هتتدخل؟ تبدأ تحلق. طنط جد هتتدخل، برافو عليكم. وين ديد مثلا احمد، أو متى الوقت الآن؟ وين ديد احمد بلاي ولا بلايد بقى؟ ليه؟ بلاي، برافو. ده هي ديد ليه؟ جايه تساعد جده، جده طول ما ديد موجوده يقول لها يا بنتي الله يبارك لك، انت شايله من على ظهري كل حاجه. وين ديد احمد بلاي فود؟ يبقى انا هنا بسال احمد لعب امتى؟ يبقى انا ساعتها هجاوب اقول ايه بقى؟ هقول يس او نو؟ لا مش هقول يس او نو، Yes. ده انا بس Yes. لا أنا مش هسال، مش هجاوب يس او نو، ده انا بسال امتى؟ لو انا قلت احمد لعب امتى؟ جاوبوني عليها بالعربي كده، هتقولوا لي مثلا احمد لعب لاست ويك، احمد لعب كوره لاست ويك، يبقى هنقول احمد او هي بلايد. خلاص بقى ايه، طنط دي تروح بيتها كفايه عليها كده. احمد بلايد فوتبول لاست ويك. يبقى رجعنا للجمله الاصليه تاني، وطنط جديد قالت له والله يا جدو انا ظبطتك في سؤال يس ونو، وظبطتك في النيجاتيف، وعملت لك كل حاجه، بس سؤال ال دبليو اتش انا هقفلك في السؤال لكن مش هقفلك في الاجابه، تمام كده؟ انت بقى شاطر يا جدو، انا تعبت، شيل انت الاي دي بقى. يبقى لما اسال بسؤال ال دبليو اتش انا هنا بحط الديت في السؤال، لكن لما بجاوب ما بحطش الديت، وبرجع الفيرب هو اللي يكون ايه؟ الماضي. برجع الفيرب هو اللي يكون ايه؟ الماضي الماضي. اخر حته في البريزنت سيمبل يا اولاد هي حاجه سهله جدا واحنا حافظينها جدا 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 جدا، هي كلمه يكون. يكون اللي هي از او ام او ار. I am. He is. She is. It is. They are. We are. You are. ده معناهم ايه يا اولاد الكلام ده؟ معناه هو يكون. لو انا قلت لها مثلا، لو انا قلت للبنوتة you are beautiful يبقى انت تكوني جميلة. لو انا قلت للولد you are clever انت تكون شاطر. طب انا لو عايزة اقول هو كان شاطر، او هي كانت سريعة مثلا، عايزة الماضي بتاع يكون اللي هو مين يا ولاد؟ was were. was دي بتيجي معاها مين يا ولاد؟ بتيجي معاها he she it و I. where بيجي معاها مين يا ولاد؟ they you we. يبقى اقول بقى مثلا ايه؟ we were، نقول we were ايه؟ clever. clever احنا كنا شاطرين. we were clever. احنا كنا ايه؟ شاطرين. لما اقول لما اسالكم كده عملتوا ايه الحصه اللي فاتت يا ولاد؟ تقولوا لي we were clever، احنا شاطرين. لما اقول لك مثلا she، لما اسال على بنت مثلا عملت ايه في السباق؟ she was fast.
هي كانت ايه؟ سريع. سريعة. تمام يا ولاد، تمام يا تمام ولاد. تمام دلوقتي بقى هنركب مكنة الزمن أو آلة الزمن ونرجع القصة بتاعتنا بتاعت جده، وهو بيحكي لنا جده من الفيرب، جده بجد، وهو بيحكي لنا عن رحلته بتاعت زمان. أوكي؟ اوكي في أي حاجة مش مفهومة هنا؟ لا بس فاهمين كل حاجة. شاطر، أنا عارفة والله إن أنتوا سهلة شاطرين، يا ما مس. شاء الله تبارك الله، أنتوا شاطرين جدا جدا جدا. تمام، دلوقتي أنتوا معاكم كتاب؟ معانا كتاب معاكم يا مس، كتاب وانت الباهر؟ بتستعملوا كتاب ايه؟ أيوه يا مس. الباهر. طيب بس بالنسبة الألوان. لجوري، جوري عشان أنتي أول يوم النهاردة معانا يا جوجو، طيب إحنا هنعمل شير لأن هو ريدنج. الأول هنبص على الكلمات الجديدة بتاعتنا وهنقرأ الريدنج. الريدنج بتاعنا النهاردة سهل جدا وقصة لذيذة جدا. جوري بس انا معايا مس كتاب بيت باي بيت، طيب معايا بص يا الباب. جوري، جوري أنا هبعت لك. جوري أنت بتاخدي كونكت بلس ولا كونكت بس؟ كونكت بس، انا طيب عربي. طب تمام، أنا هبعت لك اللينك تاني يا جوري النهاردة بتاع الباهر، لو عايزة تطبعيه أو لو مش عايزة تطبعيه ممكن تفتحيه معانا PDF. أوكي؟ طيب هنعمل النهاردة شير علشان زميلتكو تبقى إيه معانا في الحصة. كله فاتح الكتاب؟ تمام يا كتاكيت. وآدي أهو كده كله شايف؟ يا مس. شايفين كده الدرس؟ ايوه يا مس. طب ايوه تمام يا مس. ماشي. ايوه يا تيتش. طب النهارده يا ولاد هناخد درس اسمه A short story about grandpa، قصة عن grandpa أو قصة قصيرة عن grandpa. سامعيني كلكم؟ عينكم لنا. تمام. الكلمات دي مهمة جدا يا ولاد، لازم نحفظ الكلمات. احنا زي ما اتفقنا فاضل لنا يعتبر درسين في اليونت ده. بعد ما هنخلص الدرسين دول هيبقى في يوم سبت او جمعة هيبقى فيهم كويز على اليونت، مش امتحان بمعنى امتحان، هو امتحان صغنون خالص كده على اليونت كله، وهيكون معاه ديكتيشن. اوكي؟ فنذاكر شوف الكلمات ازاي حلوة قوي. يوم السبت، يوم الجمعة ما هو ويوم السبت هيبقى يوم غير ايام الدراسة بتاعتنا. اوكي؟ تمام. اول كلمة عندنا النهاردة كلمة يمس. exciting. ايوه هو انت بتخلي كل واحد يقرأ ولا انت اللي بتقرأه وهم يعني انا بقرا بيحلك الوقت؟ الاول. انت جوري مش كده؟ ايوه بص يا جوري احنا نظامنا انا بقرا الاول وبترجم وبعد كده كل واحد بياخد بارتي يقراه. اوكي؟ ايه اوكي let's start. excited. excited يعني ايه يا اولاد؟ excited يعني متحمس. متحمس، يعني فرحان كده ومسرور، زي احساسنا كده لما نكون طالعين رحلة، او زي ما يكون كده عندنا مشوار حلو ولا رايحين الملاهي، بنقول excited. اسمعها excited. 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 برافو عليك. excited زي ما قلنا معناها متحمس. الكلمة اللي بعدها على طول هي quiet. quiet اسمعها quiet. 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 quiet يعني ايه يا ولاد؟ quiet يعني هادي. لما اقول لك he is a quiet boy يعني هو ولد هادي. quiet يعني ايه؟ هادي. quiet. اسمعها quiet. 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 واي. تمام. Quiet. بعد كلمة visitors. visitors اسمعها، احنا عارفين ان visit Visitor. يعني يزور، Visitor.
برافو. يعني يا فيزيتور. نور فيزيتورز يعني الناس اللي بتزورنا بقى، الزوار. على فكرة يا ولاد بعد كده علشان الناس اللي مقصرة في حق الهومورك، الكلمات هتتكتب مرة تمام، ونحاول انها تكون على الغايب بلس الاكتيفيتي، يعني الكلمات عشان ما تضيعش مننا هتكون كل مرة من غير ما اقول بقى. يعني انا هقول لكم انا بعمل كل يوم الهومور. برافو، انا بتكلم بقول دلوقتي ان الهوم وورك بتاعنا، انا مثلا لو قلت لكم ان ليسن 3 الهوم وورك الاكتيفيتي بتاعته، يبقى نعرف ان جنب الاكتيفيتي الكلمات هتتكتب مره، اوكي؟ وهقول لكم انهي كلمات بالظبط اللي هتتكتب، اوكي يا ولاد؟ اوكي. اوكي يبقى فيزيتورز معناها زوار، فيزيتورز يعني ايه؟ زوار. زوار زوار. الكلمه اللي بعد كده تراك، اسمعها تراك 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 حمام تراك روح يا حبيبي تراك شاحنة شاحنة، تراك تراك يعني تراك شاحنة، تراك يعني عربية نقل، يعني عربية كبيرة جدا اللي احنا بنقول عليها شاحنة، اسمها تراك. اسمها ايه يا تراك ولاد؟ تراك تراك. طيب وندر، الكلمة دي حلوة قوي يا ولاد وجميلة جدا، احنا كنا عارفين كلمة wonderful يعني رائع، طب wonder هنا معناها ايه؟ wonder معناها يتساءل يتعجب او يتساءل، لما انا اقول يعني مثلا ايه، تسأل نفسك ايوه يعني انا بسأل نفسي كده واقول ايه، يا ترى يا هل ترى العلبة دي فيها ايه، يبقى انا كده بعمل ايه، انا كده wonder. وندر wonder يعني يتساءل، انا عايز اعرف ايه اللي جوه العلبة دي، ايه اللي الهدية دي، يبقى wonder معناها يتساءل. وندر يعني ايه؟ يتساءل يتساءل يتساءل. طيب بيري، انا عايزه بقى اسمع صوت حلو كده، انا اللي عيانه مش انتوا. بيري 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 يعني يدفن، يدفن. بيري يعني ايه؟ يعني يدفن يحط حاجه في التراب ويحط عليها التراب، اسمها بيري. بيري اسمها بيري ايه؟ بيري بيري بيري. طيب بيري طب انا علشان اعرف اعمل بيري، انا عشان اعرف ادفن حاجه تحت الارض بعمل ايه؟ دج 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 يعني ايه؟ دج دج بحفر يحفر بحفر. برافو. دج يعني ايه يا اولاد؟ يحفر يحفر برافو برافو شاطرين. دج يعني ايه؟ يحفر. يحفر طيب عكس يحفر ايه؟ pull out. pull out اسمعها pull out. pull out pull out pull يعني out ايه؟ لو انا مثلا شايله حاجه ودفنها تحت الارض يقول لي ايه؟ طلع اللي مثلا تحت الارض. بيقول ايوه زي طبعا احنا كلنا رحنا محلات مثلا ورحنا مولات ورحنا اي مكان لقينا على الباب مكتوب pull، صح كده؟ pull يعني أي ايه؟ اسحب. pull يعني ايه؟ اسحب pull out يعني خد الباب مثلا عليك عندي كده اسحب كلمة